الكفاءة والحيادية المتحزب والحيادية يعني ما يلزمش هنا الأحزاب هذا الأحزاب اللي سابق ما يلزمش تعمل منه رهينة لأن إذا كان مش تضغط عليه على سيد رئيس الحكومة مش تضغط عليه ومش حاول توجهه مرأوا الحوار مش يفشل وإحنا يعني اليوم كان حديثنا صريح وكان إنسان كيف يسمعك حاجة باهية كان وكان كان نقاش صريح أنه الخريطة الطريق واضح ما فيهاش حتى الوزراء معناها وقع التأكيد اليوم أنه كافة الوزارات مش معناها كلهم كلهم معنا مهما كان فهمتني علاش لانه نحبوا نبعدوا ما نحبوا هو راهو في تشكيل الوزاريه حكومه جديده فعلا لا هتكسر في تشكيل كل في تشكيل الحكومه بما فيهم وزارات السياده اللي هما كذلك يحسبوا مثقلين كل بما شوف معناها بالتشكيل اللي مش يعملها وبالبرنامج مش يعطي وقتها مش يورينا بالضبط وقتها يلتزم بخريطه الطريق ويعطي صوره باهيه للبلاد والاستثمار لانه احنا توا حتى بالنسبة للقروض وكل حبس يعني حتى الغرب مش ميزانية طلبنا مثلا مراجعة الميزانية وهو موافق على هذا مش تو يعني ميزانية تكميلية لأن يعني ميزانية الآن ما هيش ميزانية سي عبد الستار بالنسبة للغرب بدأت توصل معناتها رسائل طمنة معناتها كاترينا شتون رسالة طمنة رئيس وزراء بريطانيا رسالة طمنة السفير الأمريكي اللي السفير الأمريكي غدوة باش يعمل له صحفية وباش ممكن يعبر على دعمه لهالمبادرة هذه معناتها بدأت هذا يذلل الصعوبات رسالة إيجابية يذلل في اعتقادي